والبداية كالعادة مشاهدين مع أوفلاين الرياضة والجانب الآخر لحياة اللاعبين، ومن فرنسا نبدأ. وهنا بنزيما يتبرع ب3 ملايين يورو لبناء مسجد في فرنسا، حيث كشفت تقارير بوسنية أن كريم بنزيما مهاجم المنتخب الفرنسي وريال مدريد الإسباني تبرع ب3 ملايين يورو للمساهمة في بناء مسجد في مدينة ليون الفرنسية، طبعا مسقط رأس اللاعب. وذكرت تقارير صحفية أن بنزيما قرر أن يتحمل نصف تكاليف بناء المسجد الذي يصل قيمة بنائه طبعا إلى 6 ملايين يورو، مشيرا إلى أن اللاعب قرر مساهمة في بناء هذا الجامع بعدما علم بالأمر من أحد أصدقائه المقربين. ولكن سئلت جريدة فرنسية طبعا عن هذا الموضوع وتحدثت مع رئيس الجمعية جمال وارك حول تبرع بنزيما لبناء المسجد، فرد نافيا الخبر إنه كلام غير صحيح. لو يمكننا حقا الحصول على مثل هذا المبلغ الكبير. ومن جانبه كذب كريم جيريري وكيل أعمال اللاعب الأخبار حول تبرع مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بمبلغ 3 ملايين يورو لبناء هذا المسجد بمدينة ليون الفرنسية. في الوقت نفسه وصفت فيه صحيفة فرنسية الخبر بكذبة إبريل أو كذبة نيسان. وجدير بالذكر أن كريم بنزيما من ضمن 3 لاعبين في صفوف ريال مدريد يعتقدون الديانة الإسلامية بجانب الثنائي سامي خضيرة ومسعود أوزيل. وهنا خبر مشاهدين لو أردنا تصنيفه لوضعناه ضمن فقرة إكسترا سبورت، ولكن من شدة إعجابي به قررت أن أبدأ به الآن. دبي وجهت له دعوة للمشاركة في بطولة العالم لكرة القدم الحرة. مارادونا ويلز سمين أي بدين يبهر الملايين بمهاراته الكروية. مارادونا ويلز هذا اللقب الذي أطلقته طبعا وسائل الإعلام على الويلزي أندرو كاسيدي الذي اشتهر مؤخرا بمهارات كروية خارقة أبهرت كل العالم وكل من شاهدها أيضا نظرا لما يقوم به رغم السن المفرطة طبعا التي يعاني منها، إلى جانب تقدم في العمر حيث تجاوز 50 عام. وبدأت حكاية كاسيدي حين قام صديق له بتصويره بشكل سري دون علمه وهو يقوم بأداء تلك المهارات الفنية والحركات الرائعة، وبث تلك المقاطع على موقع يوتيوب لتجد مشاهدة منقطعة النظير وكبيرة جدا إلى أن حقق شهرة عالمية ولم يكن يتوقع هو نفسه. ولفت الويلزي 50 الأنظار بشكل كبير في حين نجح في الحفاظ على الكرة في الهواء والقيام بتنطيطها كما يقال بشكل متقن، حتى أن البعض شبهه بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا، وأوضح أنه يخصص ساعتين يوميا لممارسة هذه الهواية في الشوارع تحديدا وفي مواقف السيارات. أود أن أذكر هذا الرجل يزن أكثر من 140 كيلوغرام، وزن كبير طبعا لهذا الموهوب كما يقال. بكل أحوال مشاهدينا أنا من عندي دائما أقول مثل هذه المهارات لايك، ولكن هذه المرة أقول أيضا كومنت أن البدانة لا تقف في وجه الموهبة أبدا. انتبع تريد تلعب مو؟ دي الله العب العب ويلي العب 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 ولا ثيابة من
طبعا هذا الموهوب الذي شاهدتموه الآن هو من المواهب التي تملك الإرادة بغض النظر عن موضوع الوزن، حيث كانت لقطاته التي انتشرت كما قلنا على مواقع التواصل الاجتماعي سبب في دعوته إلى بطولة دبي، حتى أنها حظيت بمتابعة أكثر من 1,000,000 مشاهدة في أيام قليلة. وقال كاسيدي إن المنظمين أرسلوا الدعوة لي لحضور هذه البطولة في دبي وقاموا بحجز تذكرة الطيران له على درجة الأعمال، وقاموا بحجز أيضا غرفة له في فندق فاخر جدا. وإلى خبر طريف جدا جدا وغريب صراحة، جنون ميسي يجتاح امتحانات اللغة الإنجليزية ولكن في أندونيسيا. فلا تزال شعبية اللاعب الأفضل في العالم ليونيل ميسي تجتاح العالم بشكل أو بآخر، إذ ظهر اسم النجم الأرجنتيني في أحد امتحانات اللغة الإنجليزية في أندونيسيا. وفي محاولة من المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الأندونيسية لاستغلال شعبية وقوة وشعبية هذا النجم ليونيل ميسي الجارفة في صفوف التلاميذ لمساعدتهم على نيل نقاط جيدة في المادة في ظل الصعوبات التي يواجهها الطلاب في استيعاب بعض المفردات في اللغة الإنجليزية. طبعا خبر غريب جدا، والسؤال هنا هل من الممكن أن نجد اسم ميسي أو كريستيانو في أحد المناهج الدراسية العربية؟ والله يستاهلون صراحة. العنوان تحت اسم إنه الأزرق، ماذا يهم بعد ذلك؟ تشيلسي الإنجليزي يطلق حملة دعائية مميزة لتدشين قميصه الجديد، حيث أثبت لاعبو تشيلسي الإنجليزي أنهم لن يتأخرون لحظة واحدة عن تقديم الولاء لألوان الفريق اللندني حتى لو كان ذلك من خلال طلاء أجسادهم وأجسامهم باللون الأزرق. وقام نجوم فريق تشيلسي بدهن أنفسهم باللون الأزرق كجزء من الحملة الإعلانية لشركة أديداس للتجهيزات الرياضية في إعلان مثير جدا. الحملة تركزت مشاهدين على استغلال لقب تشيلسي البلوز أي الأزرق كما نعرف ويعرف الجميع من أجل منح الدعاية بعدا جديدا، حيث قام نجوم البلوز بدهن أجسادهم كما قلنا كاملة باللون الأزرق مع إظهار المهارات الكروية بطريقة جذبت الأنظار. يستحق المشاهدة لغرابة الفكرة. بالمتابعة. Blue concept, it was about let's take the kit away. Of course it's part of a much bigger campaign where we'll bring the kit to life, but actually the Chelsea fans are that dedicated to the club, they are all in. I enjoyed it a lot, thank you so much. Good.